ازيكم يا جماعة؟ عامل لك ايه بقى؟ ما تقابلناش، وحشتونا بجد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا يلا بقى، ايه الترم التاني؟ خش في الكلام. طيب هنحفظ النهاردة تيشوري الكبير. تيشوري الكبير، تيشوري ليه لحنين كبار، او ليه يعني كبير يعني حزيني، مقصود بان هو تيشوري يا ثانوي يا حزيني، ملوش تاني. فالثانوي معروف، يبقى الكبير كده ايه، انا قصدي على الحزيني. تيشوري الحزيني ليه لحنين، لحن معروف بناحية بحري، اللي هو معروف يعني في المناطق بتاعتنا دي، ولحن يعني حافظ عليه المعلم توفيق بصراحة، لأن روحه هو الوحيد اللي سجله، ومعهد الدراسات خده منه صوته وثقه. يعني ده بيسموه تيشوري الحزيني الإبلي أو الصعيدي، وبصراحة ده الأوقع يعني للجمعة الكبيرة، لأن البحري ده واخد كله من التسبحة، بتحس إن هو حاجة متلصمة مية يعني. لكن الكبير الإبلي اللي هو فعلا بيحسسك بالجمعة العظيمة، وانت بتصلي كده بتحس ان العضلة كده قاعدة عم تنوح تحت الصليب. يعني احنا كله مشاعر وكله حاجات حلوة يعني. تيشوري سهل ممتنع، ولا هو سهل ولا هو صعب، لكن عايز تبقى عينيك وسط راسك. تيشوري لحن حر، يعني ملوش تيمبو، ملوش سرعة، ايقاع ثابت، فهزاته كلها حره كده وبراحتها، يعني هو استعراض، يعني فرد كده يعني اللي فيه امكانيات يجيب فيه. يعني تيشوري لو اتصلى بصلاه وخورس حلو، يعني يبكيك ويرجعك للمسيح، لحن كفيل كده يدخل قلبك ويلمسه. يعني تيشوري الكلام عنه يطول، لكن مش هنضيع كلامنا في هذا، عايزين ندخل بقى ايه في الحفظ نفسه. انا هسيبك تدوق بنفسك، ركز. تيشوري اربع محطات، محطته صغنطوطه لكن عايزه تتفهم وتتمسك كويس. ده المحط الاول، الثلاث اربع هزات دول اللي قدامك دول المحط الاول. ركز معايا، انت شايف ان انا كاتب باكتر من لون، الالوان اللي زي بعض معناها دي أجزاء متكررة زي بعض. أوكي؟ ركز معايا. تي إي 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 رقم ايه؟
فين زيها رقم واحد تاني؟ اهي رقم واحد، تمام كده. تي آخر مرة. توابع الزلزال دي، وده الزلزال وده التوابع بتاعته. الشباب تي اشكركم شابات تي شكرا مع بعض تي دي. يلا ركز في اللي جاي بقى. احفظ بقى عشان لما اقول لك هنحط رقم واحد يبقى عرفت رقم واحد، رقم اثنين يبقى رقم اثنين، يبقى رقم اثنين دي بتعمل ايه؟ بتسال ايه هو فيه ايه؟ مستغربه دي داخله تنوح كده ايه؟ دي داخله تولو على طول كده وش. جت الثانيه ايه؟ بتسال تسالها ومالك في ايه؟ اللي حصل تمام؟ يبقى دي داخله ايه؟ وش كده نواح وزعيق وبكا وعياط، دي قابلتها في وشها بتنوح، دي اسالها ايه السبب؟ دي استفهام. يلا. Yeah.
الأخبار. واضحة؟ طيب يبقى دي بتنوح، دي تسأل، دي بقى إيه؟ الجواب السؤال. تمام. دي رقم ثلاثة، هي بلون مميز فإحنا مش هنحدد عليها. في ثلاثة زيها؟ في ثلاثة زيها اللي بالأحمر طالما نفس اللون. طيب الجواب هيكون ازاي بقى؟ واحدة بتسأل بتقول ايه؟ بتبكي ليه؟ تقول ايه بقى؟ خدوا ابني وصلبوه، بتجاوبها يبقى اسمعها على الهادي عشان تاخد بالك. شايف دي هي نفسها دي هي هي بس البداية مرة هنطلع على عالي عشان ده سؤال ومرة على هادي عشان دي إجابة خد بالك من الفرق ده قوي قوي يبقى واضحة؟ تاني الإجابة تسمع مني لوحدي الأخبار أقول تاني وتالت لحد ما تمسكها كويس الأخبار هقول تاني صعبة مش سهلة متشابهات كتير أي كله مطبات زي المية هو كله مطبات وزحليق أي تي واحدة اتنين
واحدة وتلاتة كمان، ده لو بتحبه بالعدد. يبقى تي احطها بدل تي، هكمل على الهزات مفيش نقطة. تمام كده، يبقى اللي بدأت بيها قفلت بيها. اوكي يلا اسمع مني لوحدي. تي قصير، هتيجي هنا ايه طويل زي الاولانيه، عشان انت ايه الجلاله بتاخدك وتاخده كله قصير قصير قصير، فهنا هتلبس، هنا هتلبس، فعلم دي انها طويله. اوكي اهي تي واضحة؟ تقولوا تاني؟ يلا تي
خريطتها واضحة؟ يلا بنات. آخر مرة. طالما هنطق يبقى بروح قافش على الحرف اللي انا واقف عليه. اي 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 شو دي بس بنط. اي 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 شو كمان. اي 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 شو كمان. كام؟ هي دي اللي هي بدل كان اي اي هتبقى هنا او يبقى نقول دي ونقول دي. خلوا بالكم بقى في الاول كانت ايه السؤال وبعدين الاجابه، هنا جت الاجابه وبعديها السؤال، عكسوا بعض بدلوا بعض. يبقى شو اسمع مني لوحدي. تي اي 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 واضح والرسمة واضحة. أنا يهمني إنك تفهمها أكتر ما تحفظها، ده لحن يتفهم مش يتحفظ. لو عرفت أنت ذكتك كويس هتوصل، ما عرفتش هتفتل تلف كده حوالين نفسك مش عارف إمتى تطلع وإمتى تعيد وإمتى ترجع وإمتى تبدأ وإمتى السؤال وإمتى النهاية، هتلاقي نفسك لايس كده. يعني أنت امسك اللي جنب اللحن كده، اعرف خريطته ماشية إزاي، إمتى هتحود إمتى هتهدي، بس دي الفكرة. أقول تاني واللي عايز يقول معايا يقول. Yeah.
نكمل؟ خد راحتكم، خد مره، مش مستعجل. ايوه نعيد مره واثنين وعشرين بس، لو اتحركت مش هرجع. نعيد ونزيد زيت مره، انا ما عنديش مشكله، بس لما تقول لي يلا يبقى يلا. بس اسمع تاني. اللحن ده من خورس، خورس ماسك اللحن كويس وماشيين مع بعض. كنيسة تروح في حتة تانية كده، اللي بيقول واللي بيسمع. جرب تعالى قول. هو وطاي طبعا لحنين، يعني بصراحة اللي عملهم ده دماغه متكلفة حقيقي. صحيح. لا لا لا، لحنين سهلين ومش سهلين ومليانين تعزين. عشان كده هي مش رقم ثلاثة، عشان كده هي مش رقم ثلاثة، بس لانها شبهها انا حوضتها بنفس ايه اللون. هنقول ثلاثة بشرط بلس. ايه ليه بلس؟ عشان هي ثلاثة بس ايه زايدة شوية، زايدة شوية عن ثلاثة. بص ايه هنا او او اسمع او 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 او. شوف النقطه البعيده دي المختلفه. او 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 او. نفس البدايه دي ما بعدتش عن اخواتها، اهي كل البدايات واحده. تمام كده؟ يبقى البداية أو. اسمع كتير. أو 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 أو. قول دول. أو 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 أو. سيبها مفتوحة في الآخر.
أو 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 تاني أو 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 كمان مرة أو 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 قولوا تاني أو 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 كمان مرة أو 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 اسمع مني بقى اعمل نفسك هتقفل وروح ايه اعمل جنب لفوق كده قولوا تاني كمان ماشي ايه بتعوم ما تمشي ستي بص حتى انت وهادي قبل الجنب برضو انت شغال ايه تتنطط خفيف كده ايوه تاني ما عليكم تاني كمان قولوا مرة كمان زي ايه دي دي زي توابع الزلزال دي لا سوري دي تبع الزلزال نفسه احنا في ايام زلازل دلوقتي مهمة دي يبقى جابهم على بعض تبقى اجمل واجمل واجمل كتير يعني هي اصلا بعشرة واحدة كده هي بالك على بعض
القصه دي تروح البيت روح افتح اليوتيوب كده ودور على تيشور الكبيره للمعلم توفيق وحط كده ايه هيدفون في ودانك جنبك كوبايه شاي واسمعها من المعلم توفيق وقارن بين التراش اللي احنا بنقوله هنا. انا بكلمكم بجد ولا حد قالها ولا هيقولها زي الراجل ده. لا 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 انا بقول لك ولا حد قالها ولا هيقولها زي المعلم توفيق. اسمع وشوف كميه الاحساس والمشاعر اللي بيقول بيها الراجل ده. مش ممكن. مع انه بيقولها في سن كبير يعني كان راجل مش صغير. بس الراجل ده فعلا ساب لنا حته جوهره اسمها تيشيرت كبير. يعني بص عارف كده اغاني ام كلثوم مهما حد يقولها هي ام كلثوم هي التيشيرت بتاع المعلم توفيق مهما حد قالها مهما كان صوته حلو هو بتاع المعلم توفيق هي بتاعته كده ربنا كده مفصلها على زور. يلا نقول تاني اقول تاني واللي عايز يقول معايا يقول اللي عايز يراجع يراجع. دراسات التسجيلات القديمه بتاع الستينات والسبعينات والحاجات دي تلاقي كل الالحان خورس كلها خورس باستثناء كده الحان قليله قوي ده من ضمن الحاجات اللي اتسجلت للمعلم توفيق فردي لان محدش يعرف يقول زيه ولا خورس ولا غير خورس هو اتحط له هو نعم عشان تحفظه وتصليه مش لو ينفعنا قوي من معلم توفيق من القبر خلي بالك من دي ما تسيبهاش ما ترجعهاش على زورك روح انت عليها زق فيها كمان Oh, oh, oh.
تاني كمان. صعبة؟ ريح صوتك واسمعني. شكرا للناس اللي بتفهم وشاطره ومركزه.